في الحقيقة الأفكار غير محدودة، والابتكارات والاكتشافات العلمية كل يوم في جديد، وكل يوم بنقعد نشوف على الإنترنت أنه تم اكتشاف مش عارفة إيه فين، تطوير الذكاء الاصطناعي مش عارفة فين، والبلاد العالم كلها بتتنافس وتتهافت على الوصول يمكن لأعلى رتبة ممكنة من التكنولوجيا. في الحقيقة الطلاب المصريين عاملين دور مهم جدا جدا، وقايمين بدور كبير جدا جدا، وبينافسوا في محافل دولية. ولو هنتكلم بالأخص على طلاب بني سويف اللي عملوا إنجاز كبير جدا وتأهلوا لتمثيل مصر في المعرض العالمي بالولايات المتحدة، وده لمشاركة يمكن أفكار مختلفة وابتكارات حديثة، وفي مشاركين فيه طلاب من جميع أنحاء العالم يا مصطفى. صحيح، الطلاب دول زي ما أنت قلت كده هيشاركوا في المعرض العالمي للبحث العلمي بعدد من المشروعات المصرية، الأفكار الابتكارية اللي حصلوا عليها من خلال عدد من جوائزنا المحلية. معنا على التليفون الأستاذ محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، نتعرف منه على هذه التفاصيل. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني احنا حابين نعرف ايه هي المشروعات اللي عملوها الطلاب دول اللي اهلتهم خلتهم ينافسوا يمكن طلاب عالميين بابتكارات مختلفه. في الحقيقه في اطار توجه الدوله للاهتمام بالبحث العلمي في مجال التعليم، ووزاره التربيه والتعليم ادت اولويه شامله جدا للتطور العلمي والبحث العلمي لاولادنا للتعليم قبل الجامعي. دعونا الان نعرف الاول هي المسابقه عباره عن انها ايه. المسابقه دي اسمها انتل ايسف، دي موجوده يعني انتل الدوليه للعلوم والهندسه. دي مسابقة بتقام كل سنة بتهتم بمجال البحوث العلمية زي مجال الهندسة والحاسب الآلي وعلم الاجتماع وما إلى ذلك، ودي بتعقد يعني عالميا في أكثر من دولة في مجال البحوث العلمية للمرحلة التعليم قبل الجامعي. بتستضيف في المسابقة دي تقريبا 1700 مشارك من 1600 مدرسة سنوية من خلال 60 دولة حول العالم. طبعا هذه المسابقه قام بانشائها جمعيه العلوم الامريكيه، وبترعاها شركه انتل. انما صحيح. المسابقه يعني عباره عن انها في مجال البحث العلمي، ودي حاجه مهمه جدا بنشتغل عليها. احنا في اطار وزاره التربيه والتعليم وبالاخص محافظه بني سويف بنعمل المسابقه دي على مستوى المدارس، بنشوف المشروعات اللي هي ممكن ندخل بيها وندخل نصعب بها عالميا وما الى ذلك. ما هو ده اللي عايز اسال حضرتك عليه، يعني طمني على اولادنا، احنا رايحين المسابقه الدوليه دي يعني وجايبين حاجات حلوه ولا عاملين ايه؟ يعني قول لي احنا عاملين ايه، مشاريعنا المصريه اللي رايحه تشارك في مسابقه انتل عامله ازاي؟ بالفعل يا فندم، وده كان فيه يعني عملنا معرض تحت رعايه الدكتور محمد هاني غني محافظ بني سويف، وكان فيه عده مشروعات. كان عندنا حوالي اربع مشروعات تصعدنا بيهم. اول مشروع كان عباره عن انه كرسي متحرك، والكرسي المتحرك ده بالصوت بيتحرك بالصوت، وده بيخدم اولادنا او ذوي الاعاقه واصحاب الهمم، والحمد لله ده خد اول جمهوري واتصعد ان شاء الله على مستوى العالم، وهندخل بيه ان شاء الله هيسافروا اولادنا ياسمين مصطفى وعبد الله محمود، دول من مدرسه سن بني سويف، هيسافروا امريكا ان شاء الله عشان يتصعدوا على مستوى العالم. عندنا ايضا توليد الطاقه الكهربائيه، ودي حاجه مهمه جدا بصفه مستمره، عندنا فاز بيها ابننا ابو الخير سيد ابو الخير، وده في مجال الطاقه الفيزيقيه، وخد برضو الاول، وده من مدرسه مياه الشرب مدرسه حكوميه. ياسين احمد عيد ده عمل سيف مبارزه الكتروني، يعني بيؤدي الغرض النشاط الالكتروني والرياضه الالكترونيه، بس ما بيعرضش الخصم لاي يعني حاله من انما هو كل ما هنالك ان هو بيدي اضواء معينه عندما يفوز الطالب، وده برضو خد الثاني جمهوري. ياسمين احمد سعد ودي برضه عملت طوب، نوع من انواع الطوب، طوب حراري يعني عزل للحراره وعزل للبروده، ودي كانت يعني في مجال الهندسه البيئيه، ودي خدت الثالث على مستوى العالم، وان شاء الله عظيم. طيب كلهم بيصفوا. اتفضل يا فندم. احنا بنتكلم عن يمكن افكار مميزه جدا ومختلفه، وانك تنافس من دول انا يعني ما اعرفش بالظبط الدول المشاركه ايه، لكن اعتقد اكيد هيبقى فيها اكيد الولايات المتحده ان هي هناك، اكيد المانيا، اليابان المتفوقين جدا جدا في المجال ده. هل النهارده الطلاب دول هم في رحله تاهيل ليهم عشان يقدروا ان هم يخرجوا بمشروعات تنافسيه دوليه بهذه الطريقه؟ ازاي بيقدروا يوصلوا لهذه الافكار اللي خليني اقول
يعني استباقيه يمكن لسنهم، يعني اعمارهم باينة قدامنا في الشاشه دلوقتي ان هم صغيرين. هو يا فندم في اطار توجهات الدوله، فان وزاره التربيه والتعليم عامله عندنا اداره اسمها اداره الموهوبين. فائده اداره الموهوبين والتعلم الذكي دول في كل مديريه موجوده فيها ناس متخصصه تم تدريبها على اعلى كفاءه، وبيبداوا يدخلوا يفحصوا حاله الطلاب، يكتشفوا الموهبه وينموها، ونبدا نعمل لهم برامج تدريبيه ورعايه وما الى ذلك. فاولادنا دول كنا بنعمل لهم يعني برامج تدريبيه، وفي الاخر بنعمل لهم معارض عشان الجهات المعنيه كلها سواء كان الجامعات والمهتمين بعمليه البحث العلمي يبداوا يزوروا المعارض، ونبدا نديهم شهادات تقدير وننمي هذه الموهبه بالنسبه لهم. صحيح. استاذ محمد، اللي يسمعنا النهارده يعني هيعرف ان الشباب دول من مدارس حكوميه ومن صعيد مصر، من بني سويف، يعني ما هماش مدارس انترناشونال، يعني ما هماش مدارس ناشونال، يعني ما هماش اي جي، دي شباب مصري بسيط جدا خرج من يمكن قرى كمان ومدارس حكومه ورايح بيمثل مصر اليابان. انا هنا بتكلم على التعليم الاساسي الحكومي ازاي قدر يعمل ده. هو طبعا يعني يعتبر ان احنا بخطه موجوده من خلال النشرات والقرارات اللي الوزاره بتبعتها، احنا بنبدا نشتغل على الطفل من بدايه يعني من بدايه رياض الاطفال. ولعلك تلاحظ سيادتك ان تطوير التعليم وما حدث في الفتره الاولى للصفوف الاولى هو اللي ابدع في الاخر ان يكون الطالب يعتمد على التحليل والترتيب والفهم والابداع وليس الحفظ والتلقين كما كان سابقا. الولد يدخل يحفظ ويطلع بعد كده يحط اللي حافظه في ورقه الاجابه عشان ينجح، لا، حاليا دلوقتي جميع التطوير المناهج اللي موجود للصفوف الاولى ده يعتبر قائم على الفهم والتركيب والتحليل. عايزين ابننا فاهم، يشتغل في جروب، يشتغل مع بعض في مجموعات، يقدروا ينقلوا خبرات مع بعض، وده مهم جدا في تطوير التعليم اللي بتتبناه وزاره التربيه والتعليم. يعني احنا بنتمنى من حضراتكم ان انتوا تتبنوا يعني النبغات دول، لان هم في الحقيقه بيمثلوا مصر، مش بس ان احنا بنتكلم ان هم بيمثلوا بره، لكن احنا النهارده العالم كله في عرض، اي حد بيقدم فكره جديده للمستقبل، العالم كله بيتنافس على المستقبل اللي هو بقى حاضر بالفعل. يعني بنتمنى ان انتوا تدوهم يمكن افكار بره الصندوق، يعني تشجعوهم ان هم يفضلوا يبتكروا ويفضلوا متقدمين في اللي هم بيعملوه. كل الشكر ليك الاستاذ محمد عبد التواب، وكيل وزاره التربيه والتعليم ببني سويف. شكرا ليك.